لو الحكاية فيها إن فيتو. أكيد إن الرقص الشرقي من الحاجات المصرية اللذيذة جدا اللي إحنا بنتميز بها في مصر. جميع الرقصات اللي موجودين يمكن حول العالم كلهم أغلبهم مصريين أو اتعلموا على إيدين مصريين أو مصريات. إحنا النهاردة موجود معانا صومعية راقصة جديدة شقت طريقها من فترة كبيرة والنهاردة بتعلن عن نفسها. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أنا عايز الأول بس أتعرف عليكي وأعرف الجمهور اللي ما يعرفكيش بشكل كامل. أنا سمية راقصة شرقي، بحب الرقص جدا، والأول كنت واخداه هواية بس لما دخلت فيه حبيته جدا. طيب أنا عايز الأول من فترة الهواية بالظبط، ازاي اكتشفت ان انت بترقصي شرقي كويس، او ازاي اقتنعتي ان انت ممكن تكوني في يوم من الايام راقصه شرقي محترفه قبل دخولك الوسط والمجال؟ لا بص هقول لك، انا كنت بحب اتفرج على رقصات جدا جدا، يعني كنت اتفرج على اي حد بيرقص كده، يعني لا مش زي حد، يعني كنت بحب اتفرج دايما ايه تيجي في التلفزيون تتفرج على، انا بحب جدا في فعب، انا فعلا بحب اتفرج عليها جدا هي بترقص، نازيه جندي، دينا، حتى لو مش رقصات يعني لا بحبه، بس انا فعلا بحب في عبده جدا. ساميه جمال بقى طبعا ده تحيه كاريوكا، دول حاجه اساسي، لان ونعم عاكف يعني نعمة تحس انها كانت مقديه كويسه جدا ورقصه شاطره جدا. بس مجالك قبل الرقص الشرقي كنت بشتغل شركه تجميل، مستحضرات تجميل. مستحضرات تجميل قضيتي فيها فتره كبيره؟ يعني سنه. فتره قليله يعني. تمام. طيب الانطلاقه جت ازاي؟ يعني مين اللي اقنعك او انت خدت القرار ازاي انك انت بقى تحترفي في الرقص الشرقي؟ لا بص هقول لك، كان ليا واحده صاحبتي مطربه وهي اقنعتني ان انا ابقى رقاصه، يعني قالت لي ايه انت بترقصي كويس وحاولي ومش عارفه ايه، قلت لها طيب، قعدت يعني ايه اراجع نفسي شويه بس ما ترددتش واشتغلت فعلا. ما ترددتيش؟ طبعا، بس مش ما كنتش برقص زي دلوقتي. اكيد طبعا. كنت داخله بس ايه اللي هو حباه هوايه، اتفرج والبس بدله وارقص قدام الناس كده يعني، انما دلوقتي لا، لما حبيته بقيت اتفرج اكتر. وخدت القرار عملت ايه؟ اشتغلت. رحت لمين؟ اشتغلت ازاي؟ رحت عرفت بقى، بقيت اسال المفروض اعمل ورق ازاي، ورحت المصنفات وعملت فيش وتشبيه وقعدوا بقى يقولوا لي المفروض، ورحت عند مصمم ازياء عمل لي بدل بدل ليك انت يعني؟ بدل رقص. وبعدين رحت اشتغلت بقى في اسكندريه شويه ايام وطلعت على الغردقه، بعد كده جيت مصر بقى. بس كانت بدايتي بصراحه مع مدير اعمالي فرانسوا، فهو بقى ابتدى يدعمني وابتدى يوديني لمدرسين ومدربين و هنروح لنقطه التدريب والتدريس دي طبعا. انا عايز بس افتكر معاك كده اول نمره انت عملتيها، اول مره عملتها في اسكندريه كنت في اول المكان. مطعم مزازيك. كنت مرتبكه جدا وخايفه جدا، وعايزه اقول لك متوتره ان انا اول مره اطلع ستيج، ان انا اول مره اطلع ارقص. اول مره تطلعي ترقصي قدام الناس؟ وكانت مواقف بقى عارف صعبه جدا. ايه اللي حصل بقى؟ يعني اقول لك، لا هي مواقف بصراحه، يعني مثلا اقول لك على حاجه، يعني مره لا ما هو مش هينفع يعني بص هي كانت حاجه كويسه، بس كان في رعب بقى ورهبه كده ان انت تطلع ترقص قدام ناس. ترددتي وانت طالعه على المسرح؟ ده عايزه اقول لك كنت بعمل كده. ده كان في 2009؟ اخر 2009 2009. 8 2009. 2009 تمام. طيب لا يا ربي 10 2009. ادائك بقى كان عامل ازاي؟ ردود الافعال عليكي؟ الناس قالوا لك ايه رايهم؟ يعني انا عايز بس اخد يعني الجزئين اللي هو اصحابك واللي حواليكي والجمهور العادي اللي هو ما يعرفكش. لا الجمهور العادي شايفني مزة. اصحابي هايله بس محتاجه شويه يعني. الجمهور العادي شايفك مزة بس؟ ما احنا دلوقتي هنا بنشوفنا مزة. شفنا مزة بس. شو رقصات مزة.
في دراستك انا كنت واخده دبلوم وبعد كده خدت المعهد البريطاني للغات. تمام. طيب بعد الاوردر الاولاني ده بتاع اسكندريه بقى الانطلاقه يعني الموضوع جه ازاي معاكي او الامور ديرتيها ازاي انت؟ انا كان نفسي ابقى حد كويس جدا. فاخدت طبعا اشتغلت شويه في اسكندريه ما قعدتش كتير يعني يمكن 4 ايام ورحت الغردقه. سافرت الغردقه قعدت كتير هناك؟ اه قعدت بتاع شهر. طبعا في القرى هناك او في اوتيل بس كنت بشتغل في الاوتيل لوحده. اوتيل واحد؟ اه. ويعني كنت رايحه على الاوتيل ده بس. وابتديت بقى اتفرج على رقصات هناك واتعلم منهم وبعدين جيت هنا مصر بقى ابتديت ادور على مدرسين ومدربين واتفرج على النت وعلى رقصات واسمع الرقصه دي اروح اتفرج عليها واشوف دي حتى في اللي اتفرج عليها لايف. حتى دلوقتي يعني حتى دلوقتي ما اكون مثلا شغاله في مكان خلاص شغلي اسمع مثلا في فنانه جديده اروح اشوف هي بتعمل ايه ادائها ازاي اتفرج اشوف ايه اللي عندها كويس. اخر حد اتفرجت عليه لوسي. مدام لوسي حبيبتي طبعا وانا يعني افتخر ان انا من تلاميذها يعني. اشتغلت معاها؟ واشتغلت عندها في البرزين. وما زلت وحتى هي لما بتبقى مسافره بره انا اللي بشتغل انا الفنانه الوحيده اللي بشتغل عندها في المحل نايت كلاب. في مكانها. طيب وبعدين احنا كنا لسه مع بعض في مهرجان ليله مصريه وهي طبعا كانت عامله الاوبننج وانا فنيا هي فنانه شاطره طبعا متالقه في الرقص عندها حاجات كتير حلوه. تمام. اللي هي تفيدك وانت بتتفرج عليها تبقى مستمتع. انت طبعا خدت كورس رقص شعبي صح؟ انا خدت مع مدام بيبا حسين الله يرحمها طبعا. خدت مع ناس كتير خدت مع رندا خدت مع فنانات كتير كنت بتفرج كمان على اليوتيوب كتير وبتعلم منهم مش لازم كنت اروح لهم مش لازم يعني لا لا بجيب كلاساتهم وبقعد اتفرج واعمل اللي هم بيعملوه واتدرب مع نفسي في البيت بيفرق الموضوع يعني في ناس مفكرة الرقص الشرقي سهل يعني طبعا معروف ان اي حد ممكن يرقص لكن مفيش اي حد ممكن ان هو يحترف الرقص الشرقي ويبقى لا لا يعني. بص اصل الرقص اولا احساس وتعبير مش اداء انت بتحسه وبتعبر بيه مش مجرد ان انت طالع تعمل كده يعني بص هقول لك في اجنبيه تطلع ما شاء الله عليها بترقص حلو جدا بس انت مش شايف لها روح هي ماشيه على سيستم غير المصريه المصريه لو انت مشغل ميوزك ممكن بتفتح في اي مكان وبتقفل في المكان اللي هي عايزاه في الاغنيه مش شرط تكمل الاغنيه الاجنبيه ما بتعملش كده الاجنبيه حافظه خطوات انما احنا مش حافظين بدليل ان انت بتتفرج على المصريه وتتفرج على الاجنبيه في روح عند المصريه اكتر بتبقى مستمتعه مش بيعجبك الرقصات الاجانب هما مقادين شاطرين لكن مش ما ينفعش ان احنا نعمل رقصات لا خالص ولا حد بيعجبك لا هما مؤدين هما أدائهم أدائهم حلو جدا أدائهم حلو حركاتهم حلوه جدا بس مش زي المصريه مش زي احساس المصري تمام ايه رايك في وجهه النظر اللي ماشيه في الشارع ان الرقص الشرقي يعني مرفوض شويه اجتماعيا ما اعرفش ايه الناس عشان احنا مش دلوقتي ما بيتعملش صح لان دلوقتي الناس فاهمه غلط يعني قبل كده مثلا في الستينات وفي الخمسينات كل الناس كانت بتحب ما كانش بالشكل ده لكن دلوقتي طبعا الناس بقت رافضاه خاصه مع انتشار الفضائيات عشان دلوقتي الرقص مش هو الرقص بتاع زمان يعني انت زمان يعني انت ما حدش كان بيتفرج لما سامية جمال في البيت لو انت بتتفرج على رقصه في البيت انت واولادك شفت سامية جمال هتقعد تتفرج عليها وعايزه مش هيبقى عندك اعتراض لو شفت دلوقتي لا طبعا في ناس كتير متحفظين لان هما مش مؤدين هما مش يعني مش الرقص اللي فن لا هو مش فني خالص من وجهه نظري يعني.